السلام عليكم، شنحويلكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ليام. فيديو جديد كما العاده البنات، نويتكم هكا بوصفه مزيانه دباره تحفونه. خليكم معايا في نهاري ان شاء الله يكون الفيديو هكا خفيف وظريف وين رضاكم. اهم حاجه نبداو بسم الله وعلى بركه الله، ما ننساوش ديما البنات الصلاه والسلام على رسول الله. واول حاجه ديما نحب نشاركها معكم هو فطور الصباح. ديما نحضروا الخبيزات نتاعنا اليوم، خبزنا خبز الزيتون ياسر مزيان وبنين، ان شاء الله يعجبكم الريسيت. نعطيكم المقادير. حطيت في الشقاله بالضبط 400 غرام سميد ارتب، عليهم 100 غرام فرينة، تنجم تعملوا سميد صافي معناها. بالنسبه للزيت صبيت هكاك، ما حطوا فنجان زيت هكاك قياس بالمليلتر 70 مليلتر. حطيت بيض بيضه كما قاعدين نشوفوا، حطيت مغرفه كبيره سكر، ديما سكر موجود، مغرفه صغيره ملح موجوده. الوصفه نتاعنا هذه اليوم باش نعملها بالخل، حطيت مغرفه كبيره خل. تنجموا لهنا البنات تحطوا لفاحات كما تحبوا، اما اني باش نفوحوا بنكهه الزيتون. من بعد حطيت حتى افاح كما قاعدين نشوفوا لهنا، قاعده نخلط فك الزيت والخل، خاطر البيض البيضه بارد يهلك لي الخميره. هكا نخلطوا هكا مع بعضهم، من بعد نخلطهم كل هكا بطبيعه الماء الدافي باش نعجنوا به الخبز نتاعنا. والا تنجم تعجن بالحليب الدافي، حتى بالحليب يجيك خبز بنين هكا كل بريوش يهبل. وكا تو باش نحطها في العجينه تتعجن ونوريكم قوامها كيفاش لازم يكون، وتخليها تخمر. لهنا البنات نقولوا حضرتها على بكري العجينه مع الفجر، كي قمت الفجر هكا صليت الفجر حضرتها باش كي نقوم الصباح هكايا مع السبعة كيكا نطيبها في الكوشه. باهي البنات، معناها ديما الخبز يحب الخمرانه كربيع ساعه. باهي ديما سخن الفور وسكروا، من بعد حط عجينتك في وسط الفور تبدا من الدفيه تو تخمر في ساعه. للي تخدم خاصة وتزرب هكا تحب تحضر يحضر لها الخبز في ساعة. المهم هذه عجينتي حلال حضرت، باش نمشي نطرحها تو البنات فوق لجق، باش نحطها في طبق الكوشة. حضرت زيتون لكحل، نحيت له القلب نتاعو، وعندي كتماتمك صغيرونات هذوكم باش نزين بهم الخبزة نتاعي. ديجا عملت فيديو في التيك توك وشافوه المتابعين معايا، ديما ولاو يشوفوا الفيديو يقولوا وصفة غدوة الخبز هذا هكا، ديما يشوفوا الفيديوهات بالمسبق. المهم سهله هي الطرحان العجينه، باش نمسح لها وجهها من بعد البنات بشويه زيت زيتونه، من بعد اكيد فص العظمه باش ندهنوا بيها وجه الخبزه. انا حطينا بياض العظمه في وسط العجينه والفص بالدهينه بالطبيعه ديما ندهنوا بيه. طرحتها هكا على طبق، نجموا تعملوا اي شكل اخر البنات كما تحبوه، تعملوا خبزات صغاركم زينين بالزيتون، يفوح برشا الزيتون، تاكلوها حتى في النهار معناها مع اي اكله اخرى، مش كان في فطور الصباح بالطبيعه. زيتون كحل زيتون اخضر اللي عندك موجود في الدار مش مشكل. معناه شديت هكا بسويبعاتي البنات، نقبتها هكا شويه شويه مش معناه للاخر، اما جست حفر هكا صغيرات للزينه، وفي نفس الوقت باش نحط في وسطهم الزيتون والطماطم. بنين راهو، كريتوها على محلي البنات كي تجربوها، وصفه سهله ومزيانه، ومن غير ما تحطوا افاحات في الخبز، خليوه كان الزيتون نكهه الزيتون والطماطم في وسطه هكا هاو يزي. انا مره نعملوا خبز بالافاحات، مره بلاش، كل مره وكيفاه انتي والوصفة. حسيو باش ندخلهم البنات للفور على 180 درجة، وكاها بعد نعملوا قهويتنا ونشوفوا عدد بارتنا اليوم شنية. باش نحضر لكم وصفة ياسر مزيانة اكيد باش تعجبكم بإذن الله ان شاء الله. هي خليكم معايا نشوفوا اليوم شنو باش نحضروه.
حاجه نبدا بها البنات كيما العاده هو فطور نص النهار نحضره هو اللول. اليوم رغبه الاولاد يحبوا عروس الجربي يحبوه برشا، واني عملته معكم في القناه برشا مرات البنات. نعطيكم هكا على السريع، عملت ربطه سلق، ربطه معدنوس، قصيت الدجاج، حطيت البصل، حطيت الحمص زاده باش نفوحوا توا بكل شويه، حطيت كرويه، حطيت راس حانوت، كركم، فلفل احمر، وحطيت زاده القرفه البنات. كل شيء نقيس بالمغرفة الصغيرة، وشوية فلفل أكحل والملح بالطبيعة. وباش نزيد نفوحه بالهريسة العربي، أهم حاجة الهريسة العربي تفوحها برشا. نحط زادة كعبتين عود هكا في وسطه، زيت زيتونة، وديما لاستيس المعروفة ديما نعملها اني يعني نفور الروز مريرة بركة، معناها دريج دريج أكاو، قلت مريرة بركة درج أكاو، بعد كدريج نحطه فوقك الخليط حويجة بركة. نزيد نذكركم بها كيف تفوحوا البنات الدجاج باللفاح والزيت وكل شيء، خليوه كيكة بعد العشرة كيكة، حطي الفطور متاعك كتيب به، معناها يلزم الدجاج يشرب اللفاح هذاك الكل معك الخضرة، وقت يجيك روز عسل للدنيا. هنا اللي يحب اكثر البنات تفصيل معناه يكتب روز جربي عالم صندوس الاكليت وتطلع لك الروسيت كامله بكل تفاصيلها هكا. حاسيلو نحب ننصحكم زيد نصيحه صغيره، اللي يحبوا هكا اكثر قوه ومنفعه تحط السبناخ ميسالش مع السلق والمعدنوس، خاطر فيه منفعه خير، ونوكلوا وليداتنا حويجه هكا خضره وحاجه باهيه ويحبوها، يحبوها الوليد الكل. يجيني روز الجربي حسيلو كيما شفتوا هنا فورت الروز نتاعي تفويره بركة، مش برشا دريجك هاو دوبا مقام التفويره بشكل لفيح الكل يشد في الروز ما يهبطش في القدره، لي اول مره تشوفها معناه حسيلو. وعملوها برشا معايا في القناه البنات، وكلكم هكا جربتوها الطريقه هذه وعجبتكم، وان شاء الله يربي بالصحه والفرحه وبالهناء. هذا فطوري هو اليوم باش نحطه تو في الكسكاس يفور على روحه. باش نحضر لكم اليوم وصفه مزيانه البنات حبيت نجربها نبدل فيها شويه، هي عجينه البقلاوه التركيه، اما عملتها مالحه، حبيت نجربها مالحه الحقيقه. قلت البارح عملت حلو اليوم حلو برشا، خلنا نعمل حويجه هكا مالحه محشيه بنينه بنينه برشا. هاكم باش تشوفوا معايا تو الروسيت، مدوا الكراسه والسيلو نقيدوا الروسيت مع بعضنا. توا بسم الله في الوصفه نتاعنا اليوم، اول حاجه تقيس بالكيس نتاع التاي هاونا كيما قاعدين نشوف كويس، تاي كيس حليب تحط بنفس الكيس تقيسه، كيس ماء، كيس زيت، كلهم في 70 مللتر باهي هاك، سهله وماهيش صعيبه، حطيت عظيمه باهي. بعد شوف شو نحطوا اخر هاي شويه بشويه، يعني نحط معاكم مينيتو باش نحطوا الخل زاده فيها. الوصفه هذه هي نفس العجينه تعملها حلوه، باش نعطيكم وين نتكلم البنات كيفاش نعملوها حلوه. حطينا مغرفه كبيره نتاع اكل خل، نعاود لكم كويس صغير بتاعتي ماء كويس صغير حليب كويس صغير زيت عظيمه، مغرفه كبيره خل، باش نحط من بعد رشه ملح مع الفارينه. وباش نحطوا البنات في الوصفه هذه مغرفه كبيره نتاع ماكله خميره حلويات، هذه عجينه البقلاوه التركيه. نعطيكم من بعد كيفاش تنجموا تعملوها حلوه، خاطر نفس الطريقه قاعده نعمل فيها راهو. بالنسبه للخميره ديما كتقراوا الباكو البنات في وسط راهو يبدا 13 غرام 10 غرام، هنا كان الباكو فيه 10 غرام تتصبوا بكله، بالنسبه لي اني فيه 13 غرام باش نصب نقيس بالمغرفه ونحط فوق الفارينه. به بالنسبه للفارينه البنات راهي الفارينه انواع، باش نقول لك حط 500 حط 400 راهي ساعات انت ولمت العجين، لم العجينه بالفارينه وكاهو لين تولي لك عجينه متماسكه وكاهو. باهي البنات حطيت الملح نقول لك هكا ربع مغرفه صغيره نتاع قهوه مش برشا، وقعدت نصب هكا في الفارينه من غير قياس لين تلمت لي العجينه هكاهو، فاتت الرطل فاتت به. المهم كيما قاعدين نشوفوا فيها تو باش نعركها ونلمها ولين تولي هكا مستطيله باش نعملها ونقصها به. كان حبيتها حلوه تولي تحضر البنات شويه لوز شويه كاكاويه اللي عندك هكا تهرش تهرش وتحضر معها شحور هكاهو. اني باش نعملها اليوم مالحه عباره كل باتي مورقه على محله. به اول حاجه شنو نعملوا البنات باش نقصوهم كويرات، ما يهمش العدد المهم كويرات وبرا، ماذا بيكم يبداو متساويين خاطر باش نعاودو نطرحوهم احنا توا ونحطوهم فوق بعضهم باهي.
مزينة للعشاء. إني عملتها الحقيقة فك العشيوية شيخو عليها الأولاد، عبارة قلت بقلاوة مالحة ولا باتي مالح، جيت على محله مورقة ومزينة. به لهنا قعدت نشكل فيهم كويرات باش نستعمل إنشاء في التوريق، معناها في طرحان على الوجق نستعملوا إنشاء أحسن من الفارينة. كان ما عندكش إنشاء مش حاجة لازمة، راه تنجم تعمل فارينة، مش باش نصعب عليك. به ونبدأ بالوحيدة. بالوحيدة البنات هاي حطك إنشاء ونبدأ بالكويرة الأولى. غطسها هكا في إنشاء وابدأ أطرحها دائرة، كل دائرة نحطوها وخيطها فوق منها لين نكملوهم الكل فوق بعضهم. ريتوها مسهلها حويجة بركة تعملوا لها الشحور وكهو، كان باش تعملها حلوة. مرة جاي نعمل هيلكم حلوة، كان حبيتوا البنات تعملوها حلوة قولوا لي في التعليقات وان شاء الله نعملها هيلكم. علاش ليه؟ من برشا اشكال في البقلاوة التركية راهو البنات، وعملت معاكم زيدة بقلاوة تركية حلوة مزيانة. كان حبيتوا البنات نحط لكم طريقة معناها والوصفة عملتها في رمضان، ياسر مزيانة شكلها حلو وسهلة زيدة تشبه للعجينة هذه. حتى نحطها لكم قدرة ربي البنات في صندوق الوصف تتفرجوا عليها، خاطر طلبتوا عليا بقلاوة تركية واني عملتها وياسر مزيانة. هاي ان شاء الله المرة الجاية البنات نعملوها حويجة حلوة، نعطيكم شكل اخر. المهم لهنا قعدت نطرح فيها كيما هكا على كبر الوجق، شفتوا لين تولي رهيفة، فيها خدمة مزيانة وبرا فما نتيجة حلوة. من بعد اقعد اطرح فيها توا من بعد نروليها كيما هكا دورتها. انا ابدا دور وجبت ليك شويه باش مبديش فيها لهوي. انا من بعد كي تقصهم البنات تقصهم متساويين ومزيانين باش تعطيك التوريقه من الداخل وتبدا على محليه. اني توا نعمل في نفس المراحل نتاع البقلاوه الحلوه مع هذه الحشوه اكها وشحور. لا شحور لا مانيش باش نحطه بالطبيعه خاطرها مالحه، حويجة بركة باش نحطوا لها الزبدة من بعد الذايبة أكاو. شفتوا مزيانها البنات؟ باش نوريكم توا كيفاش الطريقة. معروفة هي راهو معني معروفة البقلاوة كشكل معني أكاو. توا باش نبدا بالكعيبة، بالكعيبة نحلها هكا بشوية بالقلقال. بالنسبة للحشوة حضرت البنات الدجاج باش يتسبلتو، قليتو هكا شوية مع بصل شويه ملح وفلفل اكحل، وحطيت البنات شويه معدنوس كبار زيتون وكهو وصمت عظيمه. هنا عملت رشه صغيره نشاء، ما تكثروش برشا مستحسن ما تحط الجمله. شفتوا اني قاعده ننزل عليها بشويه، مانيش قاعده نحل فيه، اني حشي عاد بك التوريقه ما تهربش عليا هكا. ولي شفتوا كيف نيه محليها، حط الحشوه نتاعك. كان عملتها حلوه حط طري فلوس طري فستق في وسطها، اعمل نفس الطريقه مع ديك كما قلت لكم. بعد ما تطيب في الفور تشحروها في الشحور اكهو، هذيك هو الفرق تولي بيناتهم اكهو. الحشوه زيدا راهي بنينه، تنجم تستمتع بالحشوه كما تحب، تعملها بالتن والجبن والزيتون والكبار اللي عندك موجود في الدار، ما تحيرش معناه. حسيلو حتى كي تسكرها حاول انك هكاها السيسة وسيوسة. حويجة بركة لهنا البنات بعد ما نكملهم الكل باش نزيدو لها الزبدة. هي راهي كيفاش بقليوة بلاش زبدة، لازم فيها الزبدة. هكا ثوب انتي كيكة 100 غرام، 100 غرام باهية يزي فيها البركة. نجم تعمل 50 غرام زبدة و50 ملليلتر زيت تخلطهم مع بعضهم، مش حاجة لازمة معناها 100 غرام زبدة. به حبيت نعود لكم هنا وحده هكا في سافيسه. كي تجي نحلها بالقلقان نحاولوا اللي احنا ما ننزلوش عليها برشا، وحط الحشوه على رويحتك وكهو. وهذه للا قريب تحضر، راهي الوصفه نتاعنا لليوم. حبيت نودكم بها هكا للعشويه، تعملوها مزيانه مش خايبه وبنينه زاده. هكاهو ان شاء الله يا البنات كي تجربوها عاد ترجعوا لي بك تصويرات، نقعد نستنى فيهم في الانستغرام ان شاء الله، وتاكلوها بالصحه والفرحه يا رب العالمين ان شاء الله. وشوفوا زيدا الفيديو نتاعي في التيك توك، عملتها سي وصورت لها هكا فيديو مزيان، ان شاء الله نهبطه لكم في ستوري الانستغرام وستوري اليوتيوب. والا ادخلوا صفحتي يعني حطيت لكم التيك توك نتاعي في صندوق الوصف. مرحبا بكم الناس الكل.
لهنا البنات مانيش نمسح فيها راهو بالزبدة، لا قاعدة نسقي فيها. تحب راهي السقيين معناها بزيد شوية كاو باش تجيكم ورقة عاد ومهشهشة. المهم البنات ندخلوها للفور على 180. كمل توا رتب الكوجينة بعد ما حطيتها في الفور، ونوريكم شكلها في الاخر كيفي مزيان برشا. الكوجينة يلزم مسحة ومزيانة كي وتسيقة بالكدا، الدويرة الحقيقة نظيفة مرتوبة. لولي ساعات يعاونوني الحقيقة، يعني ما عندي شك الصغار اما كبروا معناه ينظفوا وحدهم يرتبوا الدار وحدهم يعاونوني شوية شوية، اعطيني يعني نعمل لهم اكل فطير هكا ونودهم بك الحويجه المزيانه وكا يفضل فضل. كملت ونعمل تسيقه هكا مزيانه للكويجنا ونرتبها، ما نخرجوا منها كين تبدا مبخره ومزينه هكا ولا البنات. ان شاء الله عجبتكم البنات الوصفه، الوصفه ياسر سهله ومزيانه وبنينه، حسنوا جربوها انتم ما تخسروا حتى شيء، حبيتوها حلوه ولا مالحه ان شاء الله بالصحه والفرح. خليكم البنات توا كهوا كتبيق تصدر وباش نبخر وما نسي الفيديو في باش نمشي نرتاح. عديت الصبحيه معكم الصبيحه حتى شي الماضي ثلاثه، ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا معايا في نفس الموعد البنات، وديما معايا بتعليقاتكم الحلوه اللي نقعد نستنى فيها، وما تبخلوش عليا بك اللايك المزيان اللايك والبارتاج كل شيء، ان شاء الله ديما معايا هكا. نحبكم برشا برشا وربي يحفظ لكم وليداتكم وتشوفوهم في اعلى المراتب، وان شاء الله ربي يستركم ان شاء الله يا ربي في الدارين امين يا رب العالمين. خليكم توا نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ليام، نحبكم برشا، بسلامه، باي باي.